بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بحضراتكم في المحاضرة الثالثة ضمن كورس Programming Foundations in Python. إن شاء الله المحاضرة بتاعتنا هتتكلم عن الـ Control and Iteration Statements. معاكم دكتور حمادة إبراهيم. كان في جزء سبناه من المحاضرة الثانية، إن شاء الله هنبدأ بيه في الأول، وبعد كده هناخد الجزء الجديد بتاع المحاضرة الثالثة بإذن الله. احنا في المحاضرة الثانية اتكلمنا وأشرنا إلى إن عندي حاجة اسمها variables أو المتغيرات، والمتغيرات دي قلنا استخدامها هو إن أنا بخزن قيم في الذاكرة بتاعتي. قيم أنا عارف إن هي بتتغير في البرنامج بتاعي، قيم انا عارف ان هي بتتغير في البرنامج بتاعي، خلاص. وقلنا ان الـ variable هو عبارة عن مكان في الذاكرة بتاعتي، تمام. مثلا اكس بيشير على او بيشير الى ايه، الى قيمة متخزنة في المكان ده، خلاص. ده الميموري بتاعتي، وده الـ variable اسمه اكس، ودي القيمة بتاعته اللي هو متخزن فيها او اللي هو بيشاور عليها. في تو statements، لو اول statement وهي ان مثلا اما اجي اكتب او اعرف متغير لاول مره في البرنامج بتاعي، تمام، اول ظهور لي يعني في البرنامج بتاعي، ده بيبقى اسمه variable definition او variable initialization، خلاص. بعد كده بعد سطور معينة من الكود، خلاص، وانا ابتديت ان انا اغير في القيمة بتاعت المتغير ده، خلاص، يبقى الـ statements دي اسمها variable references. انا بشاور على القيمة بتاعت اكس في الميموري وبغيرها، بدل 5 لا خليها لي 7. ده اللي هو الـ assignment statement، تمام، او تعريف الفاريبل بصفة عامة. بيبقى عندي اسم الفاريبل، واخدنا شوية رولز لازم التزم بيها وانا بعرف اسم الفاريبل، وايه الاكسبريشن او الفاريبل ده بيساوي ايه. ممكن الاكسبريشن ده يكون قيمة عادية كده، او يكون اكسبريشن ماثيماتيكال اكسبريشن، خلاص. ايه هي بقى الماثيماتيكال اكسبريشنز او الاريثماتيك اكسبريشنز؟ الاكسبريشن عموما هو statements احنا بنكتبها في البرنامج بتاعي عشان اعمل اوبريشن معين، او عشان اغير من قيمة داتا معينة عندي. عند قيمة مثلا الاكس دي بتساوي مثلا قيمة الزت، قيمة المتغير اللي اسمه زت، في قيمة المتغير اللي اسمه مثلا A. يبقى في عندي operation، في عندي عملية حسابية بتتم، ومنها الناتج بتاعها بيكون لي، بيتخزن في A، بيتخزن في variable، خلاص. طبعا arithmetic expressions زي ما احنا عارفين بتتكون من operands و operators. الoperators العادية اللي احنا دايما بنستخدمها في الآلة الحاسبة العادية، الزائد والناقص والعلى والعمليات الحسابية العادية. اما الoperands اللي هي العوامل او الحاجات اللي انت بتنفذ عليها الoperator دي، مثلا الذات في الحالة دي، الذات والA بنسميهم operands. اما المالتيبليكيشن ده اللي هو الاوبريتور بتاعي. في اولويه لعمليه الحساب، يعني مثلا هنا لو نيجي نشوف في الكود، لو انا مثلا عايز اعمل عمليه حسابيه بالشكل ده، مثلا اقول له برنت على طول، مثلا 10 ماينس 4 multiply 2، خلاص. انا عايزك تحسب لي الحسبة دي وتطلع لي القيمة بتاعتها. نسيف ونرن، فمطلع لي القيمة 2، قيمة الاكسبريشن ده 2. طيب العملية الحسابية دي حصلت ازاي تم العملية الحسابية دي؟ هل حسب الاول 10
سالب 4 أو ماينس 4، وبعد كده الناتج بتاعها ضربها في 2، ولا عمل 4 في 2 الأول والناتج بتاعه، تمام، عملوا سبتراكشن من 10، بأنهي ترتيب بيتم حساب العملية الحسابية دي؟ تمام، بأنهي ترتيب؟ ليه الاتنين دي ما طلعتليش 12؟ ليه ما طلعتليش 12 اللي هو ايه؟ اللي هو 10 سالب 4 اللي هي 6، وبعد كده 6 في 2 ب 12. ليه ما طلعتش 12 وطلعت ب 2؟ قال لي لا، هي ما طلعتش ب 12 لان عملية الضرب ليها اولوية اعلى من الماينس، من السبتراكشن. خلاص، يبقى هنا في اولوية. يعني لو انا كاتب expression arithmetic expressions وفيها عمليات حسابية كتير وفيها operators كتير، مين فيهم هيتنفذ الاول؟ ده اللي اسمه البريوريتي او الرول اوف بريوريتي. تمام، that is some operator has highest priority than others. طيب البريوريتيز دي بقى، الاولويات دي اللي هي الترتيب بتاعها بالشكل ده، تمام، اكتر حاجه ليها هايست بريوريتي وهي الاقواس. يعني لو انا عندي اقواس في العمليه الحسابيه، لو انا عندي هنا مثلا اقواس كده في العمليه الحسابيه بتاعتي، يبقى هو هيدخل جوه الاقواس الاول قبل ما يحسب اي حسبه تانية. لازم يخش جوه الأقواس وينفذ ايه العمليات الحسابية اللي جواها الأول. طبعا اللي يساوي دي مش عملية حسابية، آسف، العمليات الحسابية اللي جوه الأقواس الأول. ليه؟ لأن الأقواس ليها الهايست بريورتي. وبعد كده تيجي الاكسبوننشال اللي هي 2 أستريك. يعني أما بنيجي نكتب مثلا اكس ستار ستار او استريك استريك واي، دي معناها ايه؟ دي معناها اكس اس واي. الاس هنا هو مين؟ هو الواي. مثلا 2 استريك استريك 5، دي معناها ايه؟ دي معناها 2 اس 5. خلاص، الاكسبوننشال بتاعها 5. تمام، اليونري اوبريتور اللي هي الاشاره الموجبه والاشاره السالبه. يعني لو انا عندي معادله مثلا سالب 2 زائد 5، خلاص، فمين البلس دي هتتعمل الاول ولا الاشاره بتاعت الاثنين؟ لا، الاشاره بتاعت الاثنين تتنفذ الاول لان هي ليها البريوريتي الاعلى. وبعد كده عندنا المالتيبليكيشن والديفيجن بانواعه، في سنجل وفي دبل. تمام، ده معناه ايه؟ ده معناه ان العلامه الواحده دي اما باجي اقسم الناتج بتاع عمليه القسمه بيكون عدد كسري. يعني ايه بيكون عدد كسري؟ يعني مثلا 10 على 3. نسيف نرن، طلع لي عدد كسري اللي هو 3 و33 من 100. اما الدبل اللي هو 2 اوفر بالشكل ده، تمام، ده على عملية الديفيجن، بس الناتج بيكون عدد صحيح، بيكون عدد صحيح، فالناتج هنا هو 3. فانا على حسب بقى انا عايز ناتج عملية الجسمة، هل انا عايز عدد صحيح ولا عدد كسري؟ فهستخدم اي علامة من الاتنين دول. تمام، وبعد كده المود اللي هو باجي الجسم اما اجي اقسم عددين على بعض، تمام، مش بيقبلوا الجسم على بعض، فهو بيحاول يجيب اقرب حاجه ليها جسمه ويشوف لي ايه الباجي. يعني مثلا اما اجي اقول مثلا 10، نجرب مع بعض 10 مود الاربعه، هنا اعطاني باقي الجسمة 2، باقي الجسمة 10 مود الاربعة 2. طيب جت ازاي الاتنين دي؟ تمام، ايه اقرب حاجة
اضربها في الاربعة تديني حاجة قريبة من حاجة قريبة من العشرة، طالما العشرة لا تقبل. يعني هنا مثلا ده عددين زوجيين، فهم اصلا ممكن يقبلوا القسمة في هنا 2.5. ده ناتج عملية القسمة العادية، القسمة العادية الناتج بتاعها 2.5. طيب اما المود بقى، المود هنا 2 في 4، 2 في 4 تمام بكام؟ ب 8. 2 في 4 ب 8، باجي كام على العشرة؟ باجي كام التمانية دي عشان توصل للعشرة؟ باجي 2. فهنا باجي قسمة 10 على الأربعة اللي هي ايه؟ اللي هي الاتنين، اللي هي الاتنين دي. يبقى دي اتحسبت ازاي؟ اتحسبت ان الأربعة دي اضربها في كام يديني حاجة قريبة من العشرة. فانا لو ضربت الأربعة في 2 اعطاني 8. طيب التمانية دي عشان توصل للعشرة، عشان اخليها 10 تمام، هيتبقى معايا 2، او عايز 2 يعني عشان اوصل التمانية دي للعشرة. فباقي القسمة، باقي القسمة هو مين؟ هو الاتنين اللي طالعة دي تمام. يبقى هنا في اولوية لعملية العمليات الحسابية. طيب في المعادلة بتاعتنا انا لو عايز اخلي 10 سالب 4 او ناقص 4 مضروبة في 2، لو عايز الناتج ده يطلع لي 12 فعلا زي ما انا عايز، انا مش عايز 2، هو الناتج الصح لو انا كتبتها بالشكل ده الناتج الصح هو 2، بس انا عايز عايزها اخليها 12. معنى ان انت عايزها تخليها 12 معناه ان هو يحسب السبتراكشن ده الاول، يعني انت عايز تدي الجزء ده اولوية اعلى من مين؟ من الضرب. طب مين هنا اللي ليه اولوية اعلى من الضرب؟ لو طلعنا لفوق كده هنلاقي الاقواس بتاعتنا هي اللي ليها اولوية اعلى من الضرب. فتيجي ببساطة خالص هتخلي 10 ناقص 4 ما بين اقواس بالشكل ده. كده معناها ايه؟ كده معناها ادي العملية الحسابية بتاعتي كلها. فانت الاول هتبدأ من عند الاقواس وتنفذ اللي جواها، وبعد كده هتضرب الناتج الاخير في مين؟ في 2. فانا لما نيجي ننفذ كده فطلع لي القيمة 12. يبقى لو انا عايز اخلي او ادي بريوريتي اعلى لجزء من الاكويشن بتاعتي، فانا بحط الجزء ده ما بين اقواس، لان الاقواس دي زي ما عرفنا ليها اولوية اعلى. طيب ده البريوريتي رول، الاسوشيتيفيتي رول تمام. لو انا عندي عملية حسابية، لو انا عندي عملية حسابية كل اللي موجود فيها 10 سالب 4 زائد 2، العمليتين الحسابيتين اللي موجودة اللي هو السالب والموجب او السبتراكشن والاديشن، دول الاتنين دول ليهم نفس البريوريتي. طب اما يجي يحسبهم هيحسب ازاي؟ قال لي لا، انا هنا بقى بتبع رول تانية، وهي بتقول ان انا بحسب لك المعادلة بتاعتك او الاكسبريشن بتاعك من الليفت تو رايت. خلاص يبقى ببدأ من الليفت، ببدأ من هنا، يبقى اللي عليه الدور اللي جاي من عند الليفت هو مين؟ هو عملية السبتراكشن هي اللي تتحسب الأول، وبعد كده الاديشن تتحسب بعد كده. فهنا مطلع لي الناتج 8، لأن 10 ناقص 4 ب 6، الستة زائد 2 هيديني 8. يبقى ده إذا كان عندي equation أو expression العمليات الحسابية اللي موجودة فيها هي بتكون من نفس الليفل أو من نفس البريوريتي تمام. قبل ما ننتقل لحاجة تاني، في العملية الـ assignment statement، انه احنا بنعرف variable. احنا مثلا عندنا الـ x، اما بنيجي نعرفه بنقول مثلا 3، الاكس بتساوي 3، يبقى انا عندي فاريبل اسمه اكس والقيمه بتاعته 3 تمام. وقلنا طبعا لو انا عايز اجيب النوع، نوع الاكس ده بستخدم الفانكشن اللي اسمها
تايب، بستخدم الفانكشن اللي اسمها تايب عشان تجيب لي نوع الاكس ده. خلاص هنا نوعه انت، تمام. هنا لو انا عندي تو فاريبل بالشكل ده، تمام، لو انا عايز اعرف اتنين فاريبل واديهم نفس القيمة، مثلا هنا لو انا عايز اعمل برنت للقيمة بتاعت الواي، قيمة الواي بكام دلوقتي؟ هنا هنلاقيه بيساوي ايه؟ 3. فانا ينفع ان انا اكتر من variable اديله نفس القيمة، ده اللي هو فعلا بيساوي x equal 3، وفي سطر تاني اقول y equal 3، تمام؟ اللي يعني الشكل ده بيساوي مين؟ بيساوي الشكل ده بالظبط، تمام؟ اتكلمنا برضك المرة اللي فاتت عن ال compound expression، اسف، ومعناها ان انا بيبقى عندي في عندي علامة اوبريتور مع الاساينمنت ستيتمنت مع عملية الايكوال، تمام، اللي هو بلس ايكوال ماينس ايكوال مالتيبليكيشن ايكوال، اي عملية حسابية زائد الايكوال اللي هو الكومباوند ايه اوبريتور. خلاص وانا بعرف variables ما ينفعش ان انا استخدم الكومباوند اوبريتورز بالشكل ده، تمام. حتى هو هنا اعطاني خطأ على البلس ايكوال وانا لسه بعمل ديكلاريشن او initialization لقيمة الاكس وقيمة الواي، تمام. طيب اي برنامج بنعمله لازم بيعتمد على مجموعة من الانبوتس اللي بيعمل لها بروسيسنج زي ما اخدنا في الليكتشر 1، تمام، بيعمل لها بروسيسنج عشان يطلع لي اوتبوت بعد كده، عشان يطلع لي نتيجة بعد كده، تمام. غالبا كل البرمجيات، كل البرامج اللي هنعملها لازم يبقى فيها يوزر انتر اكشن، لازم اطلب حاجة من اليوزر، اخد انبوت من اليوزر. ازاي بقى؟ ايه الطرق اللي انا ممكن استخدمها عشان اخد بيها انبوتس لليوزر واعمل عليها عمليات حسابيه واطلع له الناتج الاخير؟ عندنا في كده عشان اخد انبوت من اليوزر ببساطه خالص عندنا الفانكشن اللي اسمها انبوت. الفانكشن اللي اسمها انبوت هي فانكشن موجوده في لغه البايثون، ودي بتساعدني ان انا اخد انبوت من المستخدم. مثلا على سبيل المثال انا عايز اخد منك عدد الطلبة اللي موجودين في الكلاس، عدد الطلبة اللي موجودين في الكلاس، واخزنه في متغير اسمه stdCount، student count. الstudent count بيساوي input. لو جينا نفذنا الستيتمنت دي بالشكل ده، تمام، معلش هعمل كلير بس كده عشان نشوف الناتج كويس ونشغل كده هنا اهو. المعنى المؤشر ده، معنى المؤشر ده معناها ان انا مستني من اليوزر يدخل لي انبوت عن طريق لوحة المفاتيح بتاعته، يدوس على اي انبوت سواء كان بقى حرف سواء كان رقم، اي كي انت تدخله لي، اي حروف هتدخلها لي، تمام. مثلا عدد الطلبة مثلا 120، بمجرد ما ادوس انتر كده البرنامج خلص، لان انا ال 120 ال 120 دي اخدتها بالفانكشن اللي اسمها انبوت واتخزنت في المتغير اللي اسمه stdCount. على سبيل المثال عشان اتاكد ان هي فعلا اتخزنت هعمل برنت للstdCount، سيف ونرن. هنا اهو مستنيني ان انا ادخل، يعني ما ظهر ليش نهاية البرنامج، لا هو هنا بادئ للبرنامج ومستنيني ادخل له انبوت 50، فطلع لي الخمسين مرة كمان. يبقى احنا بنستخدم الفانكشن اللي اسمها انبوت عشان اخد انبوت من المستخدم، اخد انبوت من لوحة المفاتيح بتاعته عن طريق الكونسول او التيرمينال ده، يعني تمام، ان هو يكتب لي القيمة دي، تمام. طيب نوع ال stdCount نوعه ايه بقى كفاريبل؟ نوعه ايه؟ ممكن اقول له هنا
تايب لمين؟ دي الاس تي دي كاونت. انا عايز اعرف نوع الاس تي دي كاونت نوعه ايه. تمام، نرن ونجرب مثلا 30 فجال لي اس تي ار، نجرب تاني سترينج يعني، نجرب تاني مثلا حماده نوعه اس تي ار برضه. كده معناها ان الفانكشن اللي اسمها انبوت دي بتريتيرن سترينج، سواء بقى انت كتبت رقم انت كتبت حروف، انا كانبوت انا هخزنه لك في متغير او انت هتستقبله مني في متغير. نوع المتغير ده دايما هيكون من نوع سترينج، دايما هيكون من نوع سلسلة من الحروف سترينج. مع ان انا هنا في الاول انا كاتب له 30، وال 30 دي نمبر انت مثلا او فلوت. يعني مثلا لو جينا جربنا كمان ودخلت له 32 و3 من 10 فجال لي بردك نوعها سترينج، يبقى اي انبوت انت بتديهولي انا بعتبره نوعه سترينج. تمام، بس انا مش دايما البرامج بتاعتي بتتعامل مع سترينج بس، لا انا عايز مثلا اخد من اليوزر عدد الطلبة وكل طالب جايب كام في المادة، او عايز اخد منك السالري بتاعك وهضرب السالري ده في حاجة. طبعا السترينج ده انا ما ينفعش اعمل عليه اي عمليات حسابية لان ده نوع سترينج، انا عايز حاجة نوعها نمبر، نوعها انت، نوعها فلوت. تمام، عشان اقدر انفذ عليها العمليات الحسابية بتاعتي. تمام، قال لي هنا هيلزمك ان انت تعمل تحويل للقيمة اللي اخدتها، تحولها للنوع اللي انت عايزه. يعني انت عايز انت، لو انت عايز من اليوزر يدخل لك انت، يبقى هتستخدم او هتحط انبوت دي، هتحط الفانكشن اللي اسمها انبوت ما بين انبوت فانكشن، اسف انت فانكشن، انت ايه؟ انت فانكشن. يبقى هنا انا عندي الانت اهو كفانكشن موجوده في البايثون، ودي مسؤوله ان هي تحول لي الـ 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 القيمه اللي هنا تحولها لي الى انت. تمام، طب انا لو عايز فلوت عدد كسر بردك هستخدم الفانكشن اللي اسمها فلوت عشان تحول لي القيمه. بس انا هنا امتى استخدم انت او فلوت؟ لو انا متاكد 100% ان اليوزر هيدخل لي اعداد سواء كانت اعداد صحيحه او اعداد كسريه. تمام، طيب يبقى استخدم الانت او الفلوت. طيب تعال نجرب كده مثلا نخليها فلوت ونسيف، وعايز اشوف نوع الاس تي دي بعد كده. ران، ادي القيمه بتاعتك 12.5 فجال لي هنا بقى ال 12.5 بتاعتك مش نوعها سترينج، لا حاليا نوعها فلو. دي لان انت عملت عمليه تحويل، انت حولت السترينج ده اللي جاي من الانبوت حولته لي الى فلوت. طب تعالى نجرب الانت كده نشوفها شغاله ولا لا. ران، وهنا مثلا 10 فجال لي هنا نوعها انت. تمام، يبقى الفانكشن اللي اسمها انبوت هي فانكشن موجوده في لغه البايثون، ودي بتساعدني ان انا اخد انبوت من المستخدم. بس انا عايز احسن منها شويه، عايز مثلا اطلع رساله الاول للمستخدم اقول له بليز انتر ذا نمبر اوف ستودنت مثلا، عايز اطلع له رساله، عايز افهمه هو ايه العدد ده اللي هو بيدخله لي ده، العدد ده هو مين ده، فانا عايز اديله رساله الاول. قال لي هنا لو انت عايز تحسن او تغير من الانبوتس بتاعت الفانكشن اللي اسمها انبوت، تمام، فممكن تبعت لها سترينج كبارامتر كانبوت جوه الفانكشن. حلوه، انبوت جوه فانكشن انبوت، هنا احنا بنسميها القيم اللي احنا بنبعتها ما بين الاقواس بتاعت الفانكشن، ساعات احنا بنسميها انبوت او انبوت بارامتر، او بنسميها الارجيومنتس بتاعت الفانكشن. تمام،
فهنا مثلا انا ممكن اقول له enter number of student in a class ونقطتين فوق بعض، تمام؟ دي معناها ايه؟ تعال نشوف الشكل دلوقتي شكله ايه. فهنا قال لي ايه؟ هنا قال لي enter the number of student in a class، والمؤشر بتاعي واجب في المكان ده. كده انا بفهم اليوزر هو العدد، او انا مستني منك حاليا، انا مستني منك عدد الطلبة. ففي الحالة دي انت فهمت كيوزر ان انا عايز منك رقم وليس عدد، وليس string او مجموعة من الحروف، تمام؟ طيب مثلا انا هنا عايز اخليها float، وبعد كده اقول له enter your salary. سلاجي مكتوبة غلط، السلاجي بتاعه، تمام؟ نسيف ونرن. فهنا انتر يور سلاجي، مثلا السلاجي 12 20 ونص، تمام؟ فالقيمة بتاعتي ايه؟ فلوت. طيب هنا السلاجي انا عملته ليه فلوت؟ ممكن يكون في كسر عدد الطلبة، لا ده ما ينفعش اقول عندي 50 طالب ونص، لا ما ينفعش، ده عدد صحيح، تمام؟ يبقى دي الفانكشن اللي اسمها input، ودي اللي احنا بنستخدمها عشان اسأل اليوزر سؤال وهو يرد عليا او يدخل لي قيمة للسؤال ده، تمام؟ ال input ممكن استقبل القيمة بتاعتها في variable، خلاص؟ يبقى انا عندي كده طريقتين عشان اعرف بيها ال variable. لا، اما الطريقة الاولى ان انت تدي قيمة fixed بالشكل ده، تمام؟ لا اما ان انت القيمة دي تاخدها من مين؟ تاخدها من اليوزر عن طريق الفانكشن اللي اسمها input. لو عايزين نعمل آلة حاسبة بسيطة، فالآلة الحاسبة انا عندي اي عملية حسابية عشان اعمل الزائد، مثلا انا عندي في الاوبراند الاول والاوبراند التاني والعلامة الحسابية اللي انا عايز اعملها. فانا عايز من اليوزر ان هو يدخل لي ايه قيمة الاوبراند الاول وايه قيمة الاوبراند التاني، وانا اعمل عليهم العملية الحسابية المطلوبة. فكده بيبقى عندي OBN 1 ده بيساوي مثلا انا هشتغل على الانت، خلاص؟ فاقول له انت وبعد كده انبوت واساله انتر the first number، خلاص؟ نفس الجملة دي اخدها مرة كمان وانتر second number واخزنه طبعا في الاوبراند 2، خلاص؟ بعد كده اعمل العملية الحسابية بتاعتي، الريزلت بيساوي الاوبراند الاول زائد الاوبراند التاني، وانا عايز اطلع له النتيجة بتاعتي بتاع العملية الحسابية، فهقول له ايه؟ برنت للريزلت ده. طبعا لو انا تعالى ده كده الكود الصح، تعالى نجرب مع بعض ونشوف. انا هنا انتر فيرست نمبر 20، السكند نمبر 5، فالناتج هو مين؟ الناتج هو 25. تعال نشوف لو انا هغلط شوية غلطات في الكود ونشوف ايه تصليح الاخطاء دي. مثلا واحد نسي، فبدل وما كتبش كلمة انت دي، ما استخدمهاش، نسي يكتب كلمة انت. فتعال نشوف كده ايه اللي هيحصل دلوقتي. نرن، هو بدأ عادي، العدد الاول 12، العدد التاني مثلا 3، فراح قال لي ايه هنا 12 وكونكاتينيت جنبيها، هو 12 و3 كام بالزائد؟ 12 و3 المفروض 15، هو مطلعها لي 123. لا، هي مش 123، لا ده العدد 12، العدد 12 وجنبيه العدد 3، عملية الكونكاتينيت، تمام؟ ان هو حط لي ده سترينج
لو حضراتكم فاكرين من المرة اللي فاتت ان عملية الزائد ما بين السترينجز دي بتبقى كونكاتينيت، اللي هو يحط لي التو سترينجز جنب بعض، فهي مش 123، لا ده هي السترينج. حتى بص هنا السترينج اللي اسمه ايه، حتى الريزرت ده نوع سترينج اهو، تمام، اللي هو 1 2 3 مكتوبة جنب بعض، تمام. ده كده اسمه ايه في انواع الاخطاء؟ ده كده اسمه لوجيكال ايرور. ليه؟ لان انا عايز اجمع 12 زائد 3، فالناتج متوقع، انا متوقع الناتج فعلي 15، لكن الناتج انا شايفه قدامي 123، فده خطأ اللوجيكال، تمام. طيب ممكن حد يكتب انت لوحده بس، انت لوحده بس بالشكل ده. طب تعال نشوف ايه اللي ممكن يحصل في البرنامج لو انا كتبت انت عند واحده ونسيت عند التانية. نرن، عايز الرقم الاول مثلا 40، الرقم التاني 6، فالبرنامج راح ضرب وقال لي في عندك لوجيكال، لا لا، في عندك هنا unsupported operand types 4 plus. هنا الاوبراند تايبس الاثنين دول مش مناسبين لعملية البلس. ليه؟ لان انت في واحدة منهم انت وفي واحدة منهم سترينج، وانا كبلس مش هينفع اجمع لك عدد مع string، مش هينفع. فهنا بيقول لك unsupported operands، تمام. ده نوع الخطأ، وده اللي اسمه run time error. run time ليه؟ لان الخطأ ده انا ما شفتوش الا لما عملت عملية الرن بتاع البرنامج، ايه البرنامج بتاعي، تمام كده. طيب بعد كده الانبوتس مثلا عايزين ننفذ البرنامج ده، عايز write a program that reads a 3 digit number، عدد واحد بس العدد ده مكون من 3 digit، مثلا على سبيل المثال 234. separates المطلوب بقى، المطلوب ان انا separate this number into its individual digits، يعني ال 234 عايزك تطلع لي الاثنين لوحديها، المكونات بتاعت العدد، المكونات بتاعت العدد الاثنين لوحديها والثلاثة لوحديها والاربعة لوحديها. يعني على سبيل المثال تاني، لو انا كتبت 159 كعدد زي ما انت عايز، اهو عدد مكون من 3 ديجيت، خلاص. فانا عايزك تطلع لي الواحد ده لوحديه والخمسة دي لوحديها والتسعة لوحديها. ازاي يبقى عندي عدد وانا اطلع الانديفيديوال ديجيتس بتاعته؟ قال لي ببساطة خالص، انت لو مسكت العدد بتاعك وشفته هو مكون من كام ديجيت، ودي حاجة احنا لسه جاي لنا، مكون من 3 ديجيت. قال لي 3 ديجيت معناها ان انت لو قسمت العدد بتاعك ده، تمام، على 100، لو قسمته على 100، فانت كده لو قسمته الجسمة الدبل دي والدبل، قلنا ان هي بتطلع لي عدد صحيح، تمام. معنى الجسمة ان انت بتاخد الواحد ده لوحده او بتحصل على اول ديجيت اللي هو في المئات، تمام. لو عملت لنفس العدد موت اللي هو باقي الجسمة على 100، تمام، فانت الناتج بتاعك بيبقى تاني 2 ديجيت. طيب تعالى نجرب مع بعض الكود ده ونشوف شغال ازاي. عندي هنا ادي النمبر، عندي 234، وبعد كده عندي الديجيت الاول، انا عندي الديجيت الاول، انا هنا متوقع من الستيب دي الديجيت الاول هيطلع باتنين، خلاص. هنا
النيو نمبر معناها ايه؟ معناها العدد الجديد من غير اول ديجيت. فانا متوقع هنا الباقي اللي هو ايه؟ 3 4، اللي هو ايه؟ نفس العدد بس مع حذف الاتنين دي. يبقى انا لما بقسم على 100 بيديني الديجيت اللي في خانة المئات، لكن لما بقول مود 100 بيديني العدد من غير العدد اللي موجود في خانة المئات. طب تعالى نجرب كده بالستيب الاولانية دي ونرن. فهنا قال لي the first digit هو 2 نفس اللي انا توقعناه، اما النيو نمبر افتر ريموفنج ذا فيرست ديجيت هو مين؟ ال 34. طيب انا عايز اجيب الثلاثه بقى لوحديها، عايز الثلاثه لوحديها. هنا يبقى العدد بتاعي مكون من 2 ديجيت، فانا هقسم على 10 مش هقسم على 100. لا هنا بقى هخلي الديجيت 2 وده النيو نمبر، العدد الجديد بتاعي النيو نمبر هقسمه بقى على 10، هقسمه على 10 عشان يديني العدد اللي في خانة العشرات، وبعد كده اعمل له مود 10 تمام لنفس العدد تاني اهو عشان اطلع عدد نيو جديد نيو نمبر 2 خلاص. وتعالى نطبع. طبعا انا هنا متوقع ان هو يديني 3، وهنا انا متوقع يديني العدد 4 خلاص. فانا هنا دي هتبقى 2 ودي هتبقى 2 ودي بردك هتبقى 2 تمام. نرن. فهنا ادي العدد 2 واتبجالي 34، وبعد كده العدد 3 واتبجالي الاربع. اذا انا العدد الاساسي اللي هو كان 234 انا طلعت الاثنين لوحديها والثلاثه لوحديها والاربعه لوحديها. يبقى اي عدد بقى انا عايز اقسمه او اشوف الانديفيديوال ديجيتس بتاعته هعملها بنفس ايه؟ بنفس الشكل ده. يبقى باستخدام الديفيجن وباستخدام المود تمام قدرنا ان احنا نكسر العدد ده الى ايه؟ الى المحتويات بتاعته. مثلا برنامج تاني عايز ياخد كانبوتس تمبريتشر تمام، والتمبريتشر دي متمثله بالفهرنهايت تمام، وانا عايز احولها الى سيليزيوس بالشكل ده تمام. وقال لي هنا باستخدام المعادلة دي، انت هتقدر تحول من درجة فهرنهايت الى درجة سيليزيوس تمام. فاحنا هنا احنا هنا هنشرح على طول من الكود اللي مكتوب تمام. انا عايز انبوت خلاص، لازم في اي برنامج نعود نفسنا ان انا لازم احدد ايه هي الانبوتس بتاعتي وايه هي الاوتبوتس بتاعتي عشان اشوف هل انا هاخد ايه من اليوزر وايه الاوتبوت اللي انا اللي اليوزر بتاعي متوقع ان انا اهده له في الاخر. فانا عايز كانبوت عايز تمبريتشر، فالتمبريتشر دي ممكن تكون فلوت، ممكن تكون درجة الحرارة مثلا 30 ونص تمام. فانا هنا عندي فلوت واحنا عارفين الفانكشن انبوت وكاتب له هنا انتر التمبريتشر ان فهرنهايت تمام. بعد كده ابدا احسب التمب فهرنهايت دي اللي هو الفاريبل اللي انا هخزن فيه القيمه تمام. هبدا ادخله جوه المعادله بتاعتي 5 على 9 في الدرجه بتاعتي اللي هو الاف دي اللي هي الانبوت بتاعنا، اما السي ده اللي هو الاوتبوت بتاعنا. ادي الدرجه اللي انا اخدتها من اليوزر، هسبتراكت منها 32 والناتج بتاع المعادلة دي كلها انا هخزنه في temp seal بالشكل ده. يبقى بعد كده the equivalent Celsius temperature بيساوي temp seal اللي انا حسبتها خلاص. ده برنامج برضك بسيط بيوريني ازاي استخدم عمليات الانبوتس وعمليات الاوتبوتس تمام والعمليات الحسابية. طيب
ده كان الجزء اللي احنا سبناه في المحاضرة التانية. هنبدأ مع بعض المحاضرة التالتة والجزء الجديد بتاعنا، وهو في المحاضرة دي زي ما قلنا في البداية ان هي هتركز على الكنترول والايتريشن ستيتمنتس. الهدف منها ان انا اعرف يعني ايه كنترول ستيتمنت او الكنترول فلو بتاعي او البروجرام فلو بتاعي، ايه اللي انا بستخدمه او ايه الاوبريتورز اللي انا بستخدمها عشان اعدل من الفلو بتاع البرنامج بتاعي. وهنتعرف كمان على الكومباريزون اكسبريشنز، تمام؟ ممكن ان شاء الله هنكمل مع السلكشن والايتريشن ستيتمنتس، تمام؟ ده الهدف من ليكتشر 3. اتكلمنا بردك او اشرنا في المحاضرة رقم 2 ان احنا من ضمن انواع الداتا تايبس اللي موجودة عندنا في البايثون وهو البوليان داتا تايب. والبوليان داتا تايب هو داتا تايب في كونتين اتنين بس، الترو والفولس فاليو. الترو والفولس فاليو، ودي انا بستخدمها في عمليات الكومباريزون، اما اجي اقارن ما بين عددين، اما اجي اقارن ما بين تو اوبجكتس او حاجتين اتنين مع بعض. على سبيل المثال مثلا برينت، طبعا عملية المقارنة دي، عملية الكومباريزن اوبريتورز اللي موجودة عندنا اللي هي عملية الايكوال ايكوال، الايكوالز والنوت ايكوال، مثلا ايكوال ايكوال، اما بقول هل الخمسة ايكوال ايكوال خمسة؟ هل الخمسة بتساوي خمسة؟ الخمسة بتساوي خمسة. ايه الفرق ما بين الاتنين ايكوال دول واما انا اجي اقول الاكس ايكوال خمسة؟ امتى اكتب اتنين ايكوال وامتى اكتب ايكوال واحدة بس؟ ايكوال واحدة بس خدناها قبل كده هي الاساينمنت ستيتمنت، وهي ان انا بيبقى القيمة اللي على الرايت بخزنها على في الفاريبل اللي على الليفت. اما الايكوال ايكوال دي انا بستخدمها في عملية المقارنة، اما اجي اقارن حاجتين هل هما بيساووا بعض ولا لا؟ فانا عندي equal equal not equal less than greater than less than or equal or greater than و equal، تمام؟ مثلا هنا اما اقول هل ال 15 اقل من الثلاثة؟ هل ال 15 اقل من الثلاثة؟ ده عملية الكومباريزون اهو، الرنز بتاع الكومباريزون. فاما اجي ارن الاقي الكومباريزون دي مديني فولس، هو فعلا ايوه ال 15 مش اقل من الثلاثه دي اكبر. اما اجي مثلا اغير في الكومباريزون اوبريتور واخليها اكبر من هل ال 15 اكبر من 3، برنت القيمه اللي ناتجه من الكومباريزون ده، تمام؟ فهنا مديني الايه ترو. هل ال 15 مثلا ايكوال ايكوال 15؟ هل ال 15 ايكوال ايكوال 15؟ ال 15 ايكوال ايكوال 15. يبقى ده الكومباريزون بصفه مبسطه خالص، تمام؟ وبستخدم في الاكسبريشنز للكومباريزون بستخدم الاوبريتور بتاع الكومباريزون اللي احنا قلنا عليها دي، تمام؟ في لو عندنا جزء من الكود بالشكل ده، تعالى ناخده مع بعض كده ونشوف نشرحه على الفيديو. هنا طبعا هنا مديني شوية اخطاء لان انا هنا كاتب الجمل جنب بعض، تمام؟ فانا هنا احنا عايزين طبعا لازم انزل هنا انتر بالشكل ده عشان كل ستيتمنت تبقى لوحدها. انا عندي الاكس 1 والواي 1 بس انا هنكومنت شويه ستيتمنت ونخلي الاكس 1 والواي 1 بس. هنا الاكس 1 بكام؟ بخمسة، وهنا الواي 1 بخمسة.
هنا انا بسأل هل ال x1 is not y1؟ هي ال x1 مش هي ال y1 ولا لأ؟ هنا لو حضراتكم فاكرين من المحاضرة الأولى إن إحنا قلنا إن البايثون بتتبع نهج اللغة الإنجليزية في الكلام، أنا هنا بسألك هل مثلا حمادة is in أو is not house، is not in house مثلا، تمام؟ نفس الـ expression، تمام؟ فهنا أنا بسأل هل الـ x1 is not y1 مش هي هي ولا لأ؟ تمام؟ يعني هنا الإجابة لا إما true لا إما false، خلاص؟ فأنا أما نيجي نرن فهو بيقول لي false، لأ ده هي بتساوي بعض، هما بيساووا بعض، تمام؟ هما بيساووا بعض، فهي is y1 مش is not y1، تمام؟ هما بيساووا بعض. على سبيل المثال الشكل الثاني مثلا لو عندي x2 بتساوي هلو و y2 بتساوي برضك هلو، لو جينا نسأل هل ال x2 is y2، هل دي هي دي ولا لأ؟ هل دي بتساوي دي؟ المفروض ايوه ترو الاتنين بيساووا بعض، يبقى is و is not ده شبيه بمين؟ شبيه بال equal equal وال not equal، تمام؟ شبيهة أما باجي أسأل equal equal أو not equal. طيب تعال نجرب مثلا لو أنا عندي إكس 3 هي عبارة عن list، طبعا إحنا ما اتكلمناش عن الليست، هنتكلم عليها في محاضرات جاية بإذن الله، بس الليست عبارة عن مجموعة من الأرقام أو الحروف متخزنة مع بعض، تمام؟ فأنا عندي list، تمام، فيها الاعداد 1 و2 و3، وعندي لستة تانية فيها بردك 1 و2 و3. طب تعالى نسأل كده، نسأل هل ال x 3 is y 3، هل ال x 3 هي هي ال y 3؟ تعالى نشوف الناتج فولس. ليه فولس؟ مع ان ال x 3 بواحد اتنين تلاتة وال y 3 بواحد اتنين تلاتة بيساووا بعض، المفروض ان هم بيساووا بعض. قال لي لا، في الليست، الليستة دي بتبقى متخزنة في مكان والليستة دي متخزنة في مكان، فكده ال y 1 مش بتساوي y 3، لان احنا زي ما قلنا المره اللي فاتت ان انا عندي لو انا عندي نفس القيمه وفي اتنين فاريبل بيشاوروا عليها، تعالى نرسمها هنا. لو انا اهو رسمنا الميموري بتاعتنا، انا عندي العدد 5، تمام، فانا عندي الواي 1 والاكس 1 الاتنين بيساووا 5، في الاتنين دلوقتي بيشاوروا على نفس المكان بالشكل ده، فالاتنين فعلا بيساووا بعض. اما عند الاكس 3 والواي 3 لا، ده الاكس 3 والواي 3 كل واحده متخزنه في مكان كده، تمام، ادي 1 2 3 خلاص، وهنا ادي 1 2 3 خلاص، هنا ده اللي هو الاكس 3 خلاص، والمكان ده اسمه واي 3، فهم مش بيتخزنوا في نفس المكان، بيتخزنوا في ايه؟ في اماكن مختلفة عن بعضهم، بس الهدف ان احنا is not و is اللي هم بتساوي بردك equal equal و not equal. program flow، البرنامج مش دايما ماشي باتجاه واحد بس، يعني set of steps اللي بيتكون منها الالجوريزم بتاعنا او اللي بيتكون منها البرنامج بتاعنا مش دايما ماشي بطريق مستقيم، لا انا ساعات بحاول او عايز اعدل من statements معينة تتنفذ تحت شرط معين، او انا عايز مجموعة من الانستراكشنز في البرنامج بتاعتي، تمام، يتنفذوا اكتر من مرة، تمام، فكده مش دايما البرنامج بتاعي ماشي بفلو سيكوينشال بالشكل ده، لا انا ممكن اجي عند ستيتمنت معينه واقول عليها الستيتمنت دي هتتنفذ بس اما كونديشن يحصل، مثلا هنا
انا عندي الستيتمنت دي هتتنفذ، اما مثلا السؤال اللي انا هسأله هنا يبقى بترو، والستيتمنت دي هتتنفذ لو السؤال اللي انا سألته هنا طلع بفولس. او انا عندي مجموعة ستيتمنتس انا عايزها تتنفذ على طول طالما ان في حاجة انا سألت عليها والحاجة دي دايما بتطلع لي ترو، فالستيتمنتس تفضل تتعاد اكتر من مرة. يبقى البرنامج بتاعي مش دايما بيكون سيكوينشال، مش دايما بخلص الاستيب الاولى ببدأ على الاستيب التانية ببدأ على، لا انا ممكن اجي في نص البرنامج كده او في مكان على حسب البرنامج ما بيطلب، ممكن انفذ خطوة تحت شرط معين. مثلا على سبيل المثال انا هضيف لك فايدة على الفلوس بتاعتك وانت بتعمل ايداع، بس تحت شرط ان المبلغ بتاعك يكون اكتر من مليون مثلا. في الحالة دي انا هضيف لك فايدة او هضيف لك بونس مثلا، لكن لو الفلوس اللي انت هتضيفها لي على الحساب بتاعك عملية سميشن عادية زائد عادية تمام اقل من مليون خلاص، فالستيتمنت اللي بتضيف البونس مش هتتنفذ. تمام، انا عايز مثلا احسب عملية حسابية معينة طالما في شرط متحقق، فانا ممكن البرنامج بتاعي يكون سيكوينشال او كونديشنال او لوبينج، دول الثلاثة مين فلو للبرنامج بتاعي. اول شكل وهو السيلكشن ستيتمنتس، تمام، ومعناها زي ما قلنا ان انا عايز انفذ مجموعة من الخطوات او خطوة واحدة على الاقل يعني، تمام، مجموعة من الخطوات او خطوة واحدة تحت شرط معين. فببساطة خالص بنستخدم الكي وورد اللي اسمه اف، وبنكتب ايه الكونديشن اللي انت عايز تسأل عليه، ولو الكونديشن ده حصل له ايفاليويت بي ترو الستيتمنتس بتاعتك هتتنفذ على في الشكل المرسوم قدامنا ده. الشكل ده احنا بنسميه الفلو شورت، الفلو شورت، تمام. يعني ده نوع من انواع تمثيل الالجوريزم، تمام، بس على هيئة رسومات. فانا عندي الكونديشن بيتمثل على هيئة معين بالشكل ده، تمام، والستيتمنتس بتتكتب في مستطيل. فهنا لو الكونديشن اللي انا بسأل عليه ده لو بترو حصل له ايفالويت ترو فانا هنفذ لك الستيتمنت بتاعتك، لو الكونديشن ده بفولس انا هكمل في باقي البرنامج، يعني هاكني اعمل اسكيب للخطوة دي، الخطوة دي مش هتتحسب. تمام، مثلا انا عايز اعمل تشيك هل العدد زوجي ولا فردي، عايز اخد عدد من المستخدم واعمل عليه تشيك هل العدد ده زوجي ولا فردي. فانا عندي ادي num input، تمام، ادي الانبوت بتاعنا. بعد كده اسال ازاي بقى اكتب جملة اف، ادي الكي وورد اف، وبعد كده ايه السؤال، ايه اللوجيكال كونديشن او اللوجيكال كومباريزون اللي انت عايز تعملها. هو لو هو عدد زوجي، عدد زوجي معناه ان باقي الجسم على الاتنين بصفر، يبقى اذا كان نم مود الاتنين ايكوال زيرو، ده هو بيساوي صفر معناه ان هو عدد زوجي. وبعد كده نقطتين فوق بعض اللي هي شيفت وكاف من لوحة المفاتيح، تمام. ايه اللي يحصل لو الناتج الجسم ده طلع ناتج باقي الجسم طلع بصفر؟ هنا برنت ايفن نمبر، العدد بتاعك زوجي، تمام. لاحظ ان البرنت هو بلوك اوف ستيتمنت داخل جوه
الاف في هنا اهو المحاذاة بتاعتنا. ده معناها ايه؟ معناها ان الجملة اللي اسمها برنت دي هتتنفذ في حالة لو الكونديشن بتاع الاف بترو. يبقى انا عندي كيورد اسمها اف، وبعد كده الكونديشن بتاعي طبعا من غير الاقواس اللي انا عاملها دي، انا بقول لك الحتة دي بيتكتب فيها ايه يعني، خلاص الكونديشن بتاعي. بس ما ننساش النقطتين اللي فوق بعض بالشكل ده، اللي هي زين، اللي هي بمعنى كلمة زين. يعني احنا بنقول ايه؟ اف كونديشن زين اكشن، خلاص. لو الكونديشن ده بصح زين، اسف، زين نفذ لي الحاجة دي، خلاص تمام. طيب تعالى ننفذ كده ونكنسل، ننفذ run. فهو هنا مستني مني عدد مثلا 2، فجال لي even number. تعالى نجرب تاني مثلا 3، فما طلعليش حاجة. ليه؟ لأن 3 ناتج باقي الجسمة بتاعتها مش صفر، المود بتاعها على الاتنين مش بصفر، تمام. ده اللي هو الاف ستيتمنت، وده الشكل البسيط من الاف ستيتمنت. بعد كده التو واي سيلكشن ستيتمنت اللي هو الاف else. احنا هنا في المثال بتاعنا اما دخلت له عدد فردي ما عملش حاجه، البرنامج ما طلعليش حاجه، لكن اما دخلت له عدد زوجي طلع لي even number. كده معناها اني في حاله اما الكونديشن ده يكون بترو انا هنفذ ستيتمنت، واما بيكون بفولس انا هنفذ لك ستيتمنت تانية خالص. فانا مثلا عايز اعدل في الكود ده بحيث اما العدد يكون عدد فردي يطلع لي اود نمبر، فهنا اجي اكتب له else ونقطتين. ما انساش برضك النقطتين اللي في بعض مع else، وبعد كده print odd number، تمام. نسيب، يبقى هنا لو الكونديشن ده بترو هينفذ لي الستيتمنت دي. طيب لو الكونديشن ده بتاعي بفولس هينفذ لي الستيتمنت التانية. طبعا هل ينفع اكتر من ستيتمنت؟ ينفع اكتر من ستيتمنت. او print مثلا ده even وعلى سبيل المثال number، تمام بالشكل ده. يبقى ال block of statement دي هتتنفذ لو ال condition بتاعي بترو، لكن ال block التاني ده بتاع التابع لل closure اللي اسمه else ده هيتنفذ في حالة اما ال condition بتاعي يكون ب false. ينفذ مثلا 12 فجال لي even ونزل سطر number. نشغل مرة كمان مثلا 9 فجال لي ايه؟ odd number، خلاص. ده ال two way selection. يبقى true هينفذ ده، خلاص، لكن false هينفذ اللي موجود عند ايه؟ ال else. في شكل تاني من ال if else ممكن نكتبه او ممكن نشوفه، اللي هو ternary operator، وهو فيها ان انا بيبقى عندي ال if else مكتوبة ك statement واحدة بس بالشكل ده. عندي variable اللي هي القيمة اللي انا عايز احسبها او الحاجة اللي انا عايز اطلعها لليوزر، تمام. وهنا ال if بتاعتي قبلها بنحط الترو ستيتمنت، الترو ستيتمنت، وبعد كده الكونديشن مع اف اهو، وبعد كده الالس بعديها الفولس ستيتمنت. طب تعال نجرب كده، مثلا انا عندي الاي بتساوي 50 والبي بتساوي 20، تمام، وانا عايز اشوف مين الاكبر.
مين الأكبر فيهم؟ فهنا الماكس بتساوي ال variable اللي اسمه ماكس بيساوي ايه؟ الماكس بيساوي ال a. الماكس بيساوي ال a امتى؟ امتى الماكسيمم بتاعي بيساوي ال a؟ if مين؟ if ال a اكبر من ال b، لو ال a اكبر من ال b. طيب else يبقى b. تمام؟ ايه معنى الجملة دي تاني؟ ايه معناها؟ الماكسيمم بتاعي انا عندي التو فاريبل اهو، ما عندناش اي مشكلة فيهم. تمام؟ الماكس اللي هو اكبر قيمة فيهم بتساوي الـ a امتى؟ لو if الـ a اكبر من الـ b. طيب لو الـ a لو الكونديشن ده، لو الكونديشن ده بفولس، إذن الماكس هو مين؟ الماكس هو الـ b. تعال نجرب نرن. طبعا انا نسينا نعمل برنت دي الماكس خلاص رن. فهنا طلع لي الماكس هو مين؟ الماكس هو الـ a. طب تعال نعكس العددين، هنا الخمسين هو الماكسيمم، فالمفروض الماكس بتساوي مين؟ بتساوي الجزء التاني ده اللي هو ال b. تمام نرن، فهنلاقي الماكس هو ايه؟ الخمسين، وهي اللي هو بتساوي ال b. تمام هوقف بس عشان الاذان وبعد كده هكمل تاني. نكمل مع بعض تاني. احنا وقفنا عندي الـ ternary if statement. تمام بعد كده الشكل التاني من اشكال الـ if statement، وهو الـ multi-way selection statement. هو فيها ان انا بيبقى عندي اكتر من condition، بسأل عليه. يعني هنا لو عندي الـ condition الاول لو بترو هينفذ الستيتمنت بتاعته، طب وبعد ما ينفذها يكمل في باقي البرنامج بتاعي، باقي الستيتمنتس بتاعتي. طيب لو فولس هيسأل على كونديشن تاني، والله لو بترو هينفذ الستيتمنتس بتاعته وبعد ما يخلص يكمل في باقي الالجوريزم بتاعي. طب لو فولس هيسأل مرة كمان وهكذا. طيب مثال على كده اللي هو درجات الطالب مثلا. لو درجة الطالب اكبر من 90 فمثلا هو جايب A. لو درجة الطالب اكبر من 80 فهو جايب B، بعد كده جايب C ودي وF والكلام ده. بنكتبها ازاي بقى المالتي واي دي؟ تمام بيبقى عندي الF بردك والكونديشن والكولوم بتاعتنا خلاص، وادي الستيتمنتس الخاصة بالكونديشن ده لو هو ترو. وبعد كده مش بنكتب إلس، لا بنكتب الي اف اللي هو الاي ال اي اف، وبعد كده الكونديشن التاني والتو كولومز، وبعد كده الستيتمنتس بتاعتها. ولو عندي إلس اف تاني او الي اف تاني والكونديشن وهكذا. بس في الاخر خالص يعني لازم يبقى عندي الإلس بتاعت الستيتمنت الاف الاولانية اللي هو otherwise. يعني لو ولا واحد من دول اتحقق ايه اللي يحصل؟ ايه الستيتمنت اللي تحصل اللي هو الالس الاخير؟ طب تعالى ننفذ مع بعض كده بكود. انا عندي درجة الطالب، فانا هسأل اليوزر يدخل لي درجة الطالب، ممكن تكون float input. تمام enter student degree خلاص. وانا عايز اسأل بقى على الدرجة دي هو هياخد الامتياز ولا جيد جدا ولا جيد ولا. تمام فبقول ايه؟ if لو المارك بتاعتك تمام لو هي اكبر من او تساوي 90، في الحالة دي هتعمل لي print
ايه؟ خلاص else if الف بعد كده عايز كونديشن، لو المارك بتاعتك اكبر من او يساوي 80، ده سؤال تاني اهو، يبقى برنت خلاص برنت مثلا بي. else if مرة كمان لو المارك بتاعتك تمام اكبر من او تساوي 70، ففي الحالة دي هيطلع لي مثلا برنت ايه السي خلاص. else بعد كده لو ولا كونديشن من دول اتحقق، else مثلا برنت مثلا دي خلاص. يبقى انا عندي الكونديشن الاساسي اللي انا ببدأ بيه، وبعد كده في كونديشن تاني بسأل عليه وليه الستيتمنتس بتاعته وهكذا. طب تعالى نجرب كده. هنا عايز درجة الطالب، فأنا مثلا 95، ف95 راحت مطلعه لي الـ A. طب نجرب مرة كمان مثلا 82، فمطلع لي الـ B. يبقى هو سأل دخل 95، هل ال95 أكبر من أو تساوي ال90؟ أيوه، فراح نفذ. طيب في الحالة التانية 82، هل ال82 أكبر من ال90؟ لا، يبقى أنا مش هدخل أعمل برنت إيه، فهطلع هلاقي مين؟ هلاقي كونديشن تاني، هل ال82 أكبر من ال80؟ أيوه، فراح عمل برنت لمين؟ للبي. تمام؟ طبعا لو أنا عايز أتأكد إن هو طلع، معلش هنا print out، انا كده طلعت بره ال if statements كلها. تمام، نجرب مثلا انا مديله 71 او 71.5 مثلا خلاص، فهنا مديني سي، وبعد كده طلع من ايه طلع من ال if statements بتاعتنا. مثلا نجرب كمان 90 تاني، فراح طلع لي الاي وراح نزل تحت على الاوت. يبقى ايه؟ هو بدل نفذ جزء خلاص بيعمل سكيب لباقي مين؟ بيعمل سكيب لباقي الاف الس كلها خلاص، بيعمل سكيب، بدل دخل في مكان، بدل دخل نفذ، بدل الكونديشن بتاعت حقك في مكان خلاص، مش لازم بقى اسأل على الكل دول. تمام، دول ده المالتي واي سيلكشن ستيتمنتس. تمام، ده مثال بردك على الاف ستيتمنتس، هسيبه لحضراتكم تشتغلوه. تمام، هنا البرنامج ده عايز مني ايه؟ عايز انبوتس، عايز ياخد مني انبوتس هو طول الشخص بالسنتيمتر خلاص، و الوايت بتاعه تمام بالكيلو جرام. تمام، وبعد كده هيعمل ايه؟ يبقى انا عندي تو انبوتس، ادي الانبوت الاول اللي هو الطول، والانبوت الثاني اللي هو الوزن. تمام، الاوتبوت هو وان مسج، هيديني مسج. ايه هي المسج دي او محتوياتها ايه؟ هيعمل برنت يعني اندر ويت ولا نورمال ولا اباف الويت بتاعي. تمام، ده التلاتة مسج، بس التلاتة مسج دول هيطلعوا تحت كونديشن، كل واحدة هتطلع تحت كونديشن معين. لو اندر ويت، لو الكونديشن ده اتحقق، نورمال لو الوزن بتاع الشخص ما بين الكونتين دول، والاوفر ويت لو الوزن بتاع الشخص اكبر من ايه؟ اكبر من القيمه دي. خلاص تمام، ده مثال بسيط بس بيوضح لي الاف الس اف ستيتمنت.
هنا برضك ده برنامج عايز احسب بيه الجذور للمعادلة اللي اسمها AX تربيع زائد BX زائد C بيساوي صفر. انا عايز احسب الجذور التربيعية للمعادلة بتاعتي دي اللي هو AX تربيع. خلاص، طيب انا عشان احسب الجذور التربيعية دي في شوية statements احنا بننفذها. بس الجذور ممكن يبقى عندي جذرين ريال، تمام، جذرين مختلفين، او يبقى عندي جذرين بس متساويين equal rule real roots، تمام، او ما يبقاش عندي roots خالص. ده بناء على قيمة بنحسبها اللي هو اللي اسمها دي، والدي دي بتساوي افتكر معاكم اللي هي ايه، اللي هي البي في بي سالب 4 الاي في السي. خلاص، طيب تعال ننفذ مع بعض البرنامج ده. طيب انا عشان احسب البرنامج ده لازم زي ما اتفقنا انا عايز اطلع ايه هي الانبوتس وايه هي الاوتبوتس بتاعي. فانا عندي الانبوتس انا عايز منك قيمه الاي والبي والسي، وانا هطلع لك الجذور التربيعيه او القيم اكس، هل هي ليها جذرين ولا جذر واحد بس متساوي او ملهاش جذور خالص. تمام، تعال ننفذ مع بعض كده. فانا عندي الاي بتساوي انبوت انت انبوت انتر الاي فاليو. خلاص، بعد كده نفس الجملة دي مرة كمان، عندي السي فاليو والبي فاليو، وهنا عندي ادي البي وادي السي. خلاص، انا كده اخدت من المستخدم التلاتة فاليو اللي انا هشتغل عليهم. بعد كده هحسب المتغير دي، متغير دي من المعادلة اللي احنا لسه جايلينها دلوقتي، وهو البي في البي سالب الاربعة في الاي في السي. خلاص كده انا حسبت قيمة مين، هيحسب لي قيمة الدي. تمام، وبعد كده بناء على القيمة بتاعت الدي انا هحسب الجذور بتاعتي. تمام، طيب هسأل بقى عايز اشوف قيمة الدي دي هل هي اكبر من ولا بتساوي ولا اصغر من الصفر. يبقى هنا اف دي في لغات البرمجة التانية زي السي بلس بلس والجافا والسي شارب الكونديشن بيتحط ما بين اقواس، الكونديشن بيتحط ما بين اقواس، لكن هنا في البايثون ما فيش الاقواس دي. اف الدي لو هي اكبر من صفر هينفذ لي شوية statements اللي هما ايه، هيحسب الجذر التربيعي للعدد، العدد دي بتهيج لي هيحسب قيمتين اكس 1 وهيحسب قيمة تاني اكس 2، لان هنا اذا كان الدي اكبر من الصفر then there are two real roots، في عندي جذرين اللي هما اكس 1 واكس 2. اكس 1 واكس 2 اللي هو ايه، سالب بي، انا عايز افتكر المعادلة بتاعتها، تمام، زائد الجذر التربيعي، الجذر التربيعي لدي على الاتنين في A. بقى هنا في حتة اللي احنا عايزين نحسبها دي، تمام، ده الجذر الاول. الجذر التاني نفس المعادلة بالظبط، بس بتكون البي بالموجب،
يبقى في عدد جذر بالسالب وفي جذر بالموجب، تمام؟ سالب بي زائد الجذر التربيعي للدي. طيب انا جبت الدي اهي، الفاريبل دي عايز اجيب له الجذر التربيعي بتاعه، فهنا احسبه هو الاول، احسب ايه هو الاول بالشكل ده. مثلا اس بتساوي الجذر التربيعي، عشان اجيب الجذر التربيعي بنادي على الفانكشن اللي اسمها اس كيو ار تي السكوير روت لمين؟ للدي. خلاص تاني اهو اس كيو ار تي لمين؟ للـ variable اللي انت عايز تجيب له الجذر وهو الدي. هتلاحظ لو انا طلعت في الكود كده لفوق، هتلاحظ فوق هو ضاف الـ statement دي. احنا ما كنا، انا كانت بدايتي الـ A، تمام؟ الـ sqrt او الـ square root الفانكشن دي موجودة جوه البايثون، جوه موديول او جوه باكج. هو هنا في البايثون اسمها موديول. موديول عبارة عن مجموعة من الفانكشنز مع بعض بنستخدمهم لهدف معين، تمام؟ اسمه سي ماس، من اسمه سي ماس اللي هو فيه شوية معادلات خاصة بالعمليات الحسابية. خلاص، فهو هلاقيه كتب الجملة دي. طيب تعالى نحذفها كده، تمام، ونرجع تاني لل الاس كيو ار تي. بيقول لي هو هنا مش عارف اس كيو ار تي السكوير روت از نوت ديفاين، انت مش معرفها لي. طيب انا عشان اكتبها، اكتبها انت كلمه كلمه اس كيو ار تي واختارها من هنا. فانت اول ما تعمل لها سيلكت هو على طول بيكتب لك ايه الامبورت بتاعها. انا عايز احسب الجذر لمين؟ لدي. فهنا احط الاس وهنا احط الاس، هنا يبقى هنا الجذر الاول هو سالب بي زائد الجذر التربيعي للدي. خلاص انا جبته وخزنته في الاس اهو، تمام، على الاثنين في الاي. الجذر الثاني واللي هو بيبقى بالموجب، تمام. طيب إلس اف لو الدي ايكوال زيرو، اذا انا عندي جذر واحد بس، عندي جذر واحد بس، جذرين متساويين، اسف، جذرين متساويين بالشكل ده. انا عندي ادي الاكس بيبقى بالموجب، وهنا الاكس 2 بتساوي اكس 1 على طول، مش لازم احسب تاني لان هما زي ما قلنا متساويين، تمام. إلس بقى يعني إلس معناها ايه؟ يعني ولا هو اكبر ولا هو يساوي، يبقى ايه؟ يبقى اقل. لو الدي اقل يبقى انا كده ما عنديش اصلا روتس، نو ريال روتس، ما عنديش ايه، ما عنديش روتس للاكويشن بتاعتك، تمام. تعال نجرب، عايز قيمه ايه مثلا 3 4 5، فهنا نو ريال روتس. نجرب مره كمان، 5 2 2 برده. وبس انا مش حافظ قيم معينه لل A وال B وال C. خمسة وتلاتة واتنين، هو ليه دايما داخل في ال إلس؟ طيب تعالى هنا عشان نتأكد بس، نعمل برنت للدي نشوف قيمة الدي كام، عشان نتأكد هو ليه دايما داخل في نو ريال روتس. نجرب 5 4 2، نطلع لي سالب 24. فالسالب 24 اللي هو ايه؟ اقل من 0، فهو فعلا داخل عند ايه؟ داخل عند الإلس.
انا عايز الجزء ده يبقى صغير، يبقى ال a صغيرة وال c صغيرة. تعال نجرب تاني كده، ال a مثلا بواحد وال b مثلا بخمسة وال c مثلا باتنين، فراح مطلع لي كام؟ 12. ال 12 ال 17 دي، 17 دي اللي هي قيمة ال d. هنا احنا هنا نسينا نعمل برنت لل x1 وال x2. هنا نعمل برنت ال x1، تمام. ده طبعا اخطاء ايه؟ اخطاء لوجيكال، ان انت عملت العملية الحسابية بتاعتك ونسيت تديني الاوتبوت الاساسي بتاعها، تمام. هنا نفس الحاجة، خلاص. فنشغل تاني، احنا كنا مدخلين ايه؟ 1 5 2، تمام. نشغل تاني كده ونكتب له 1 5 2، فراح مطلع لي ال17 ده قيمة الدي، تمام. وادي الروت الاول، طبعا هو مطلعه دي زائد الجي دي اللي هو العدد التخيلي، يعني لا ملناش دعوة بيه يعني، بس هو الجذر اللي هو سالب 2.9، والجذر التاني اللي هو 7.6، تمام. طبعا ال17 اكبر من الصفر فهو دخل في الجزئية دي، تمام. طيب نكمل، نكمل. ده مثال تاني برضك، هسيبه لحضراتكم تنفذوه. هو نفس الحاجة، عندي معادلتين وعايز احسبه زي ما قلنا. الجذر ده عشان اعمله اللي هو بالنادي على السي ماس، اللي هو ايه؟ السي ماس، وبنستخدم منها الاس كيو ار تي اللي هو السكوير روت. هو هنا اهو مكتوب الكود، ممكن حضراتكم ايه تراجعوه لو في اي اخطاء. طيب الكومباوند بوليان اكسبريشنز، انا مش دايما الكونديشن بتاعي، مش دايما الكونديشن بيبقى سيمبل بالشكل ده، بيبقى حاجة واحدة بس بسأل عليها. انا ممكن الكونديشن بيبقى عندي اتنين كونديشن اسأل عليهم عشان انفذ الحاجة بتروق، ولو حاجة منهم غلط او الاتنين غلط هنفذ حاجة تانية. يبقى مش دايما، انا عايز مثلا انت عايز تضيف فلوس في البنك، فانا حاطط كونديشن بقول ايه؟ بقول لو انت هتضيف مبلغ اكتر من 10,000، تمام؟ والسن ازيد من 30 سنة. يبقى في حاجتين انا عايز اسأل عليهم، اللي هي الفلوس وتاني حاجة السن. لو الاتنين كونديشن دول اتحججوا هنفذ ستيتمنت معينه، وهي ان انا اضيف بونص على المبلغ اللي انت هتضيفه، خلاص. يبقى مش كل البرامج بتكون الكونديشنز بتاعتها سيمبل كونديشن، لا، ممكن يبقى الكونديشن بتاعي مور كومبلكس، تمام. وفيها ان انا في الحاله دي بستخدم بقى حاجه اسمها الاند والاور والنوت، ده اللي احنا بنسميهم اللوجيكال اوبريتورز، تمام. الاند معناها النوت العكس، يعني لو الحاجه دي بترو النوت بتاعها يبقى بفولس، هكذا لو فولس هيبقى بترو. اما الاند معناه ان الاتنين كونديشن اللي انت عايز تسأل عليهم لازم الاتنين يبقوا بترو عشان الاند بتاعهم تبقى بترو. يعني امتى الاكسبريشن A اند B يحصل له ايفاليويت بترو؟ امتى؟ انهي حالة؟ لو الكومبوننتس بتاعته، لو ال A كونديشن طلع بترو وال B كونديشن طلع بترو، الاند ما بينهم طلع بترو. اما باقي الحالات كلها بفولس، يعني لو واحد بس بترو الاكسبريشن A اند B هيبقى بفولس. اما الاور
لا، على الأقل واحد من الاتنين يكونوا بترو، أو الاتنين يكونوا بترو عشان الاكسبريشن كله اللي هو A or B يكون بترو. تمام، أنا عندي تلاتة ترو أهم. لو الاتنين evaluated بترو، أو واحد بس على الأقل هو اللي evaluated بترو عشان الاكسبريشن كله يكون بترو. تمام، تعال ننفذ المثال بتاع البونص ده. تمام، مثلا انا عندي الاماونت اللي هو المبلغ اللي انا عايز اضيفه، ده بيساوي خلينا نشتغل على الانت انبوت اقول له انتر الاماونت. تمام خلاص، وانا عايز كمان منك السن انت انبوت. بعد كده انتر يور ايج. خلاص، بعد كده عايز اسأل اف لو الاماونت اللي انت عايز تضيفها اكبر من 10,000 and الايج بتاعك اكبر من 30، زين اللي يحصل الاماونت بتاعتك انا هضيف عليها بلس ايكوال، هضيف لك البونص مثلا 1000. تمام، else خلاص، يبقى الـ هنا ممكن نقول ايه، print الـ new amount equal amount. تمام، اما هنا print النيو اماونت، بدل ما نكتبها ناخدها زي ما هي من فوق بالشكل ده. خلاص، فانا عندي في اتنين كونديشن لازم ده يكون بترو اهو، لازم ده كده الجزئية دي تكون بترو، والجزئية التانية دي التو كونديشن دول يكونوا بترو عشان اقدر انفذ لك الستيتمنتس او اضيف لك البونص على المبلغ بتاعك. طب نرن مثلا الاماونت 50,000، خلاص الايج مثلا 30، 31، خلي ايه اكبر من 31، فكده الاماونت الجديدة اللي هو 51,000. تمام، طيب لو نفذنا مرة كمان 50 والايج مثلا 25، فما حسب ليش البونص بتاعي. تمام، يبقى لازم الاتنين دول يكونوا بترو عشان انفذ لك الستيتمنتس بتاعتك. طيب لو اور بقى، لو اور ستيتمنت. تمام، لا ده على الاقل واحد منهم يكون بترو، يا يعني اما الاولاني بترو والتاني بفولس، لا اما الاولاني بترو والتاني فولس، لا اما الاولاني فولس والتاني بترو. في حالة من الحالتين دول تمام هينفذ لي الكونديشن بتاعي. طب نشغل مثلا انا الاماونت بتاعتي 100. تمام، بس الايج بتاعي 35. تمام، فكده 100 زائد 1000 يبقى 1100. خلاص، ليه؟ لان ال 35 الجزئيه دي هي اللي بترو، اما الجزء ده فولس، بس هنا انا عندي الاوبريتور الكومباوند حاطه ايه، حاطه بي اور. خلاص، فاي واحده منهم بترو هينفذ لي الستيتمنت بتاعتي. تمام، هنا نفس الكلام، لو انا عايز اعمل تشيك على عدد given number
ده الـ input بتاعي، عايز أعمله تشيك هل هو divided by 3 and 4 ولا لأ. فهو نفس الكلام، أنا عندي العدد أهو أخدته من اليوزر بـ input، وبعد كده أدي الـ if statement بتاعتي. لو العدد ده مود 3 بتساوي 0 equal equal 0 and هنا المود equal equal 0، دي الحاجة الميسنج في الحتة دي، تمام. لو الـ and دول طلعوا لي بترو الاتنين، يبقى هو divided على الثلاثة والأربعة. هنا نفس الكلام، لو or هنا بردك في missing اللي هو equal equal 0، تمام. يعني لو ناخدها كده نجربها كنترول سي في، فهنا ده النم، انا بعمل الاندنتيشن بس هنا لو سيبها زي ما هي كده. تعال نشوف كده run، هو هنا عايز النمبر مثلا 25. هنا the number is divided by either 3 or 4، بس هنا num mod الأربعة ممكن تتكتب كده فعلا، وممكن تتكتب equal equal لو هو equal equal، تمام تمام. بس ايه الفرق؟ ايه الفرق بقى اما انا اكتب equal equal بالشكل ده وان انا ما اكتبهاش؟ هنا معناه لازم باقي الجسم يكون بصفر، لكن هنا ممكن باقي الجسم يكون صفر او اي عدد تاني، خلاص. يعني لو في باقي جسمه ايا كان بقى، سواء صفر او مش صفر، تمام. فهنا الخطأ اللي موجود هنا اهو، الخطأ اللي موجود هنا ان انا اضيف ايه الايكوال ايكوال زيرو. هنا برنامج تاني بردك، لو انا عايز اعمل تشيك على single digit integer، يعني عدد من 0 لـ 9 هل هو positive or negative، تمام. فانا عندي لو العدد اللي انت مدخلهولي ما بين 0 و10، ما بين 0 و10 يبقى and، يبقى العدد بتاعي single digit و positive، خلاص. طيب else if لو العدد ما بين 0 و-10 اكبر من اصغر من 0 واكبر من -10، يبقى كده انا عندي single digit بس العدد ايه negative. لو انت دخلت عدد تاني، اي عدد تاني مثلا دخلت 1 2 3 123، يبقى العدد ده مش سنجل ديجيت، ده 3 ديجيتس، يبقى invalid integer، تمام. عشان وقت الفيديو ما يزيدش اكتر من كده، ممكن نكمل في فيديو تاني ان شاء الله، في ليكتشر تانية هنتكلم فيها عن الكونديشنال الترايشنز، ازاي بقى احنا كل اللي فات ده ان ازاي يبقى عندي كونديشن وانا عايز statements تتنفذ لو الحاجة دي بترو او بفولس. لكن الجزء اللي هنبدأ بيه المحاضرة اللي بعد كده، وهو ان لو انا عندي مجموعة statements عايزها تتكرر اكتر من مرة، تتنفذ اكتر من مرة في البرنامج بتاعي، فاحنا عندنا اكتر من شكل. كصورة سريعة يعني عندنا الفور لوب، تمام، شكل الفور لوب اللي احنا ممكن نستخدمه عشان نعمل repetition لمجموعة statements. كمان الشكل التاني في عملية الايتريشنز وهي الوايل لوب، تمام. هنعرف ايه الفرق ما بين الوايل لوب والفور لوب، وامتى استخدم كل واحدة منهم.
كمان من ضمن الحاجات برضك اللي هنتكلم عليها هي البريك ستيتمنتس في الـ في اللوبينج في اللوبينج البريك ستيتمنتس والكونتينيو ستيتمنت في اللوب. تمام، ده بإذن الله نبتدي بيه المحاضرة الرابعة بإذن الله، وهو عملية اللوبينج، بس عشان وقت الفيديو وقت الليكتشر ما يزيدش عن كده. أتمنى إن الشرح يكون واضح وبسيط لحضراتكم، وإن شاء الله في انتظار بإذن الله في الديسكشنز لو في أي أسئلة أو أي حاجات ميسنج مش واضحة في الشرح هنتناقش فيها بإذن الله. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله.